قرارات إسرائيلية جديدة تتعلق بمحور فيلادلفيا. إسرائيل ستبقي قواتها في المحور، وهذا يعني تجدد الجدل حول مستقبل هذا المحور ودوره في تحديد معادلة الاستقرار أو التصعيد في المنطقة. فهل المصادقة على الوجود الإسرائيلي في المحور من شأنها أن تقوض فرص التهدئة؟ وهل تعيد مفاوضات وقف إطلاق النار إلى المربع الأول؟ في التفاصيل، إسرائيل اتخذت قرارها بشأن محور فيلادلفيا، فقد صدق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمنية المصغر على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن صفقة إطلاق تبادل المحتجزين محتملة. وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد نال القرار أصوات أغلبية 8 وزراء، فيما صوت ضده وزير الدفاع يوف جالانت، وامتنع وزير الأمن القومي تامر بن غفير عن التصويت. في حين قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاجتماع إن هجوم 7 أكتوبر حدث بسبب عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. إذن خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا تعزز الخلافات بين المؤسستين السياسية والأمنية. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبرر تمسكه بالبقاء في هذا المحور بأنه ضروري لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر. فيما وزير الدفاع يوف جالانت الذي صوت ضد اعتماد تلك الخرائط لا يرى أي مانع أمني في انسحاب القوات الإسرائيلية من الممر خلال المرحلة الأولى من صفقة التهدئة المقترحة. في التقرير التالي نتوقف مع معلومات بشأن محور فيلادلفيا الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل. محور فيلادلفيا العقدة الأبرز في الطريق نحو تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. يبلغ طول هذا المحور نحو 14 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع. وقد ظهر محور فيلادلفيا على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وأنشئ عليه معبر رفح الحيوي الذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي. تم بناء منظومة أمنية للمحور تعتمد على تعاون بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، وخضوع المحور عمليا من الجانب الفلسطيني لهيمنة الحركة. وفي مايو المنصرم أعلنت إسرائيل السيطرة الكاملة على هذا الشريط الحدودي، وشكل هذا التطور العقدة الأبرز في التفاوض. ينضم لنا الآن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة، ومن القاهرة ينضم إلينا أيضا مراسلنا سمير عمر. أهلا بكما، ودعني أبدأ معك نضال. إذن بهذا القرار يعني بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا، ولكن نتساءل ما هي الأهداف وماذا وراء هذا القرار فعليا؟ إفشال المفاوضات، يعني هذا هو الرد بكلمتين. هذا ما يريده نتنياهو، وهذا ما صوت عليه الكابينيت الإسرائيلي بالأمس، إفشال المفاوضات وليس البقاء في محور فيلادلفيا. هذا أيضا ما يعنيه عن معارضة وزير الدفاع الإسرائيلي للتصويت مع هذا القرار. وفقا للتسريبات من اجتماع الكابينيت داليا، وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن نتنياهو يستطيع اتخاذ أي قرار يريده. صحيح نضال، ولكن حتى يعني نتنياهو قال بأن هجوم 7 أكتوبر حدث بسبب عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. نعم، لكن هذا يطرح أولا العديد من الأسئلة. أولا، إسرائيل في السابق كانت تسيطر على محور فيلادلفيا عندما كانت إسرائيل في قطاع غزة، وهذا لم يمنع حفر أنفاق تحت محور فيلادلفيا، وهذا لم يمنع إدخال السلاح إلى قطاع غزة، رغم أن إسرائيل كانت على محور فيلادلفيا وتعرضت قواتها للعديد من الهجمات على محور فيلادلفيا. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل اليوم مثلا تقوم بعملية عسكرية في الضفة الغربية، وتقول أنها من أجل منع وصول السلاح الإيراني للضفة الغربية، وتقول أن السلاح الإيراني يصل إلى الضفة الغربية، رغم أنه لا يوجد محور فيلادلفيا بين الضفة الغربية وبين مثلا الأردن. الحدود الوحيدة للضفة الغربية مع الخارج هي للأردن، وإسرائيل تسيطر عليها. ورغم ذلك، كما تدعي إسرائيل، السلاح يدخل من إيران عبر الأردن إلى الضفة الغربية. إذن الوجود الإسرائيلي على الحدود لا يمنع تهريب السلاح، على الأقل وفق الرواية الإسرائيلية.
ثم أن أغلبية السلاح الموجود الآن في قطاع غزة هو محلي الصنع، يصنع في قطاع غزة ولا يهرب من مصر كما تدعي إسرائيل إلى قطاع غزة، ثم أن الأنفاق الموجودة تحت محور فيلادلفيا باعتراف الجيش الإسرائيلي وباعتراف كل المصادر الأمنية الإسرائيلية، الأغلبية الساحقة من هذه الأنفاق غير مستعملة قديمة وتم سدها من قبل الجانب المصري، ثم أن نتنياهو الذي يتحدث الآن عن أهمية محور فيلادلفيا، لماذا لم يطرح نتنياهو البقاء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في المقترح الذي تقدم به نتنياهو في مايو للرئيس الأمريكي وللوسطاء وأقره الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن الدولي؟ هذه تساؤلات شرعية أيضا تطرح حول سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا. يبدو أن السبب ليس أمنيا، وإلا لما صوت وزير الدفاع الإسرائيلي ضد هذا القرار، وبالتالي الأسباب واضحة، هذا يبرر هذا التصويت. نتنياهو لا يريد الانسحاب من محور فيلادلفيا لأن هذا يعني إفشال المفاوضات، وهذا ما يريده نتنياهو. نتنياهو الآن ليس مهتما بحقا بالبقاء على محور فيلادلفيا وبمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. هذه الحجة التي يسوقها نتنياهو وفي هذه الجولة من المفاوضات كانت الحجة محور فيلادلفيا. نعم، في الجولات السابقة كانت الحجة أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تمكن الوسطاء من تجاوز هذه النقطة، والآن نتنياهو اخترع نقطة جديدة. شكرا لك نضال كنعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية، كنت معنا من القدس. ونذهب الآن إلى مراسلنا سمير عمر. سمير، يعني القاهرة كانت واضحة في موقفها فيما يخص بشأن أي تواجد أجنبي أو حتى إسرائيلي على محور فيلادلفيا، الآن بهذا القرار ماذا نتوقع؟ يعني أولا هذا القرار لم يخلق الأمر الواقع، هو صدق على أمر واقع فرضه نتنياهو منذ شهر مايو الماضي عندما دخلت القوات الإسرائيلية إلى هذا المحور، وهذا ربما يعني يوضح التسلسل الذي أراد به نتنياهو حشر الجميع في زاوية محور فيلادلفيا. عندما كان هناك تحذيرات قوية من اقتحام رفح والوصول إلى معبر رفح من جانب فلسطين والوصول إلى محور فيلادلفيا، لم تكن فقط هذه التحذيرات من الجانب المصري، بل كانت من الاتحاد الأوروبي، من كل الأطراف الإقليمية والدولية، حتى من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كان هناك رفض لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح والوصول إلى محور فيلادلفيا. ورغم ذلك ضرب بنيامين نتنياهو عرض الحائط بكل هذه التحذيرات وكل هذه الطلبات، ودخل إلى معبر رفح ودخل إلى محور فيلادلفيا وخلق أمرا واقعا. اليوم الكابينيت يصدق على هذا الأمر الواقع. بالتأكيد هذا تصويت على يعني رصاصة رحمة في المسار التفاوضي، يغلق بنيامين نتنياهو أو على الأقل يحاول أن يسد أي ثغرة يمكن أن تفتح على المسار التفاوضي تقود إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل بهذا التصديق. على الجانب المصري يعني هناك بالتأكيد ردود مصرية وصلت الجانب المصري، الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي والأطراف الإقليمية والدولية تؤكد على رفض مصري لهذا الأمر، مبني على اتفاقات سابقة بين الطرفين، ومبني كذلك على رفض للحجج التي يسوقها بنيامين نتنياهو للدفاع عن وجهة نظره بالبقاء القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، وهي إذا صوت جالنت ضد هذا القرار فهذا يعني بالتأكيد أن هذا قرار سياسي بامتياز يريد به بنيامين نتنياهو استمرار وإطالة أمد الحرب ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة وعلى الحدود مع لبنان. هذا التصويت بالتأكيد سيدخل المسار التفاوضي في مسار تعثر جديد، وسيزيد من حالة يعني كان البعض يصفه العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام بأنه سلام بارد. بالشهور الأخيرة دخلت هذه المرحلة العلاقات إلى مرحلة ما يمكن وصفها بالحرب الباردة. بالتأكيد هذا التصويت وهذا الإصرار وهذه السياسات الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو تدخل العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة من السوء والتدني، ربما بالتأكيد سيكون هناك تداعيات لها. شكرا لك مراسلنا سمير عمر، كنت معنا من القاهرة. وأرحب بضيفي، ينضم إلينا الآن القاهرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي، ومن القدس ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم. أهلا بكما. ودعني أبدأ معك سيد يوني، إذن القوات الإسرائيلية ستبقى في محور فيلادلفيا
المجلس مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر يصدق على خرائط تحدد لربما مواقع انتشار للقوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا. ماذا وراء هذا القرار؟ يعني هل الأهداف هنا تتعلق بأهداف أمنية أم أهداف هنا سياسية؟ أنا أعتقد بأن هذا القرار وهو أيضا منسق مع الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية تدعم من حيث المبدأ موقف نتنياهو بالبقاء بقاء الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، ونتنياهو استجاب للطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقلص عدد الجنود الذين سيبقون في هذا المحور. وهذا القرار هو لتثبيت الوجود الإسرائيلي العسكري على محور فيلادلفيا، والهدف الثاني هو هدف سياسي داخلي، وهو إشارة لوزير الدفاع يوآف جالانت بأن نتنياهو لا يريد أن يبقى في الحكومة الإسرائيلية، ويريد أن يخلص منه ومن قيادة الجيش الحالية. وهذا الخطوة الأولى لجالانت ولقيادة الجيش التي أحفقت في السابع من أكتوبر. نتنياهو يريد تغيير وزير الدفاع وتغيير كل القيادة العسكرية الإسرائيلية التي أحفقت وإدخال قيادة جديدة. طيب دعنا نذهب الآن إلى السيد إبراهيم. سيد إبراهيم أهلا بك معنا. بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا الآن وبالمصادقة على خرائط إسرائيلية ببقاء الجيش الإسرائيلي هناك، ما تبعات خطوة كهذه؟ وفي ظل ما يتحدث عنه السيد يوني بأنه هذا يأتي استجابة للموقف الأمريكي. يعني أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي مع الإدارة الإسرائيلية هو الدعم المطلق والكامل في كل ما يريده بنيامين نتنياهو، وده رأيناه من دعم أمريكي كامل سواء لإدارة بايدن أو أي إدارة أخرى تأتي خلف بايدن. هذه واحدة. الأمر الآخر أن بنيامين نتنياهو يسعى لبقائه في الحكم ببقائه بمحور فيلادلفيا. بالمناسبة بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، وتواجده في محور فيلادلفيا سيطيل أمد الحرب ولن يكون هناك صفقة، والقاهرة رفضت هذا مرارا وتكرارا. وأنا أعتقد أن الوفود التي تطوف بلدان مثل قطر والقاهرة إسرائيلية سواء كان من الشباك أو الموساد، الزيارات المكوكية التي حدثت للقاهرة مؤخرا من جهاز الموساد تحديدا والشباك، أعتقد أن الرؤية المصرية كانت واضحة. الرؤية المصرية كانت واضحة لبلينكين الذي زار العالمين والتقى الرئيس السيسي والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية والتقى وزير الخارجية المصري. كل هذه الأمور كانت الرفض التام لتواجد، وأن القاهرة متمسكة بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية ولن تسمح لتواجد إسرائيلي لا على معبر رفح ولا على محور فيلادلفيا. لكن الأزمة هنا أستاذ داليا ليست في تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا، الأزمة أن بنيامين نتنياهو يريد لفت الأنظار عما يحدث في الضفة الغربية النهاردة. بنيامين نتنياهو كلما يصل الوفود إلى شيء في الحلحلة في موضوع الصفقة يعود مرة أخرى، وهذه اتهامات اتهمها لأهالي الأسرى أن بنيامين نتنياهو تمسكه في محور فيلادلفيا والمثقفين الإسرائيليين والإعلاميين الإسرائيليين الذين يتحدثون في هذا الأمر كلهم بيقولوا أن بنيامين نتنياهو يريد التواجد من أجل الحضور، من أجل التمسك بأنه إذا تمت الصفقة وإذا تمت التهدئة فبنيامين نتنياهو اليوم الثاني للحرب سيكون إما في السجن أو في الشارع، وبالتالي هذا ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو. أعيدك يا أستاذ داليا إلى عام 2018 وتحديدا يوم 19 يوليو 2019 والكنيسة الإسرائيلي الذي صدق على يهودية الدولة وأن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب لتنفيذ أحادية الدولة هو من الجانب الإسرائيلي نفسه. هذا المخطط موجود دلوقتي وتسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، ويقوم بنيامين نتنياهو وما حدث في غزة يحدث الآن في الضفة ولم يكن في الضفة الغربية طوفان الأقصى، ولم يحدث أي شيء في الضفة الغربية، بل إن ما حدث من طوفان الأقصى
كان تبعات لما حدث من اعتداءات على الفلسطينيات في القدس وتغيير ديموغرافي للمسجد الأقصى المبارك، وأيضا اعتداء على جنين، وكلنا نعلم ما حدث في جنين قبل طوفان الأقصى، وبالتالي تعود الكرة مرة أخرى وبنيامين نتنياهو يسعى والحكومة المتطرفة بيهودية الدولة. احنا شغالين دلوقتي على يهودية الدولة، نقف طيب أن القاهرة سترفض محور فيلادلفيا، فنقول في محور فيلادلفيا ونستغل الإعلام كله نتحدث عن محور فيلادلفيا ولا نتحدث عما يحدث في غزة. سأتطرق لهذه النقطة بعد قليل ربما سيد إبراهيم، موضوع ربما يعني ردود الفعل المتوقعة أيضا من القاهرة في ظل الموقف الرافض لأي تواجد أجنبي على محور فيلادلفيا. دعنا نذهب الآن مرة أخرى للسيد يوني. سيد يوني، سيد إبراهيم يعني فعلا هنا تطرق إلى نقطة مهمة، موضوع ما يحدث في الضفة الغربية أيضا. هل يعني ما خرج به الآن المجلس الأمني الوزاري المصغر موضوع تصديق على بقاء الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بموازاة ما يحدث في الضفة الغربية، هل هناك فعلا نوع من التنسيق ومحاولة لفت الانتباه عما يحدث في الضفة الغربية؟ ليس هناك أي علاقة بين ما يحدث في محور فيلادلفيا وما يحدث في شمال الضفة الغربية، وليس هناك أي حلحلة في موضوع المفاوضات بين إسرائيل وبين قطر ومصر، هذا غير صحيح. المفاوضات هي في مأزق كبير بسبب موقف محور فيلادلفيا ومحور نتسارين، هذه المشكلتين لم تنحل. لا، وكان نتنياهو يتذرع دوما بالموضوع الأمني هنا سيد يوني، لأنه حتى هنا في موضوع محور فيلادلفيا نتنياهو قال أنه كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن في يد إسرائيل، وحتى ما يحدث في الضفة الغربية أيضا هناك حديث بأنه أسلحة وإيران وما إلى ذلك، وكأنه دوما يعني الموضوع الأمني هناك تذرع بهذا الموضوع. هذا ليس تضرع، تواجد المسلحين في شمال الضفة الغربية في 3 مدن رئيسية والمخيمات حواليها، هذا إحفاق كبير من قبل السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية فقدت السيطرة الأمنية على هذه المناطق منذ 3 سنوات، وسيد محمود عباس ليس لديه القوة والإرادة لمكافحة هذا الجيش الإيراني الجديد باسم حماس وباسم الجهاد الإسلامي، ففي هناك تواجد حوالي 1000 مسلح موجودين في شمال الضفة الغربية منذ 3 سنوات، والعملية الإسرائيلية التي بدأت قبل 2 يومين في شمال الضفة الغربية مخطط لها منذ فترة طويلة وليس لها أي علاقة بمحور فيلادلفيا، ولذلك ولكن ربما لها علاقة بموضوع المفاوضات يعني سيد يوني في تل أبيب، يعني هناك يعني إحساس لا 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 ربما لا لا مؤشرات بأنه هي محاولات إفشال أي محادثات. لا لا لا، أنا أشرح لك الموضوع. الموضوع إنه حصل تفجير في تل أبيب قبل 2 أسابيع، والحركة حماس أعلنت رسميا الجناح العسكري أن استئناف العمليات الانتحارية داخل إسرائيل، هذا كان بيان رسمي لقطايب عز الدين القسام، وإسرائيل تخشى من أن أولئك المسلحين في شمال الضفة الغربية يخططون للقيام بعمل انتحارية داخل إسرائيل، ولذلك هذه العملية هي ضربة استباقية لأولئك المسلحين في شمال الضفة الغربية للخيلولة دون وقوع أعمال انتحارية داخل إسرائيل. هذا هو العلاقة المباشرة، ليس لها علاقة بالمفاوضات مع حماس على موضوع فيلادلفيا وموضوع الأسرى. صحيح، ولكن طيب قبل أن أنتقل للسيد إبراهيم، موضوع محور فيلادلفيا من أحد المواضيع يعني الخلافية عندما نتحدث عن أي مفاوضات أو محادثات للتوصل لتهدئة وقف إطلاق النار. بهذه الخطوة اليوم ما مصير أي محادثات سيد يوني؟ مصير المحادثات هو بأن الولايات المتحدة تعلم تماما إنه المفاوضات هي في مشكلة كبيرة وفي أزمة، ولذلك بعد أن تنتهي هذه الجولة في الدوحة التوقعات في إسرائيل في مستوى السياسي إنه يكون هناك اقتراح أمريكي جديد، خلينا نرى ماذا متفق عليه ونعمل صفقة أصغر من الصفقة اللي إحنا بدنا نعملها.
فيكون هناك مقترح أمريكي جديد يقول إسرائيل اقبلوا أو ترفضوا، ويقول حماس اقبلوا أو ترفضوا. يعني هذا المخطط الأمريكي. ما رأيك سيد إبراهيم فيما يتحدث عنه سيد يوني، يعني أنه موضوع ما يحدث في الضفة الغربية منفصل تماما عن موضوع ما يحدث في على يعني موضوع محور فيلادلفيا، وكان الأمور غير متشابكة ومتقاطعة، ويتحدث لربما يعني أن نشهد اقتراح أمريكي جديد، ما رأيك؟ للأسف الشديد من ينظرون لبنيامين نتنياهو ويدعون الديمقراطية والحرية في إسرائيل هم من يذهبون إلى الدماء ويؤججون الدماء في الداخل الفلسطيني. للأسف الشديد ما تحدث به ضيفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يعبر عن الواقع الذي نحياه منذ سنوات وليس اليوم. يعني ليس التفجير الأخير الذي حدث تفجير واحد من حركة حماس وأعلنت عنه حركة حماس في تل أبيب، إحنا ويتحدث عن السلطة الوطنية الفلسطينية التي أضعفها بنيامين نتنياهو، ونسي أو تناسى ضيفك على أن بنيامين نتنياهو يرفض أصله تماما، يعيد إلى التاريخ ويرى كيف جاء بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل بعد القضاء على أوسلو وعدم الموافقة على غزة وأريحة والضفة الغربية وعدم وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل للأسف الشديد. ضيفك يا سيدتي يغرر بالناس، الناس يعني مفكر الناس لا تقرأ التاريخ، التاريخ موجود، والمستوطنين اليهود المتطرفين سموتريتش وبن غفير يقومون باستدعاءات كبيرة في سواء كان مسيرة الإعلام العام الماضي مرتين وثلاثة، وكل ما حدث من ضرب وتشنيع وقتل وتوزيع السلاح من قبل سموتريتش وبن غفير على المستوطنين لقتل الفلسطينيين، هذا يتناسى ضيفك الذي يتحدث عن أن هناك حكومة دولية معترف بها أنها حكومة إسرائيلية يكون فيها متطرفين بهذا الشكل ويلوم على حركة حماس التي لا تمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتحدث عن السلطة الفلسطينية بهذه الصورة وبهذه الطريقة الفجة، الذي أعتقد أنه لا يريد شريكا أساسيا مع في المنطقة بالمناسبة إلا إذا كانت إسرائيل لها كل الحق في عمل كل شيء ولا تحاسب على شيء. هذه واحدة. الأمر الآخر أن إسرائيل للأسف الشديد تتعامل مع القاهرة ومحور فيلادلفيا ككيد النسا، بمعنى أن القاهرة عندما أعلنت صراحة أنها ضد تهجير الفلسطينيين في الوهلة الأولى إسرائيل أخذت موقف، لأن القاهرة تسعى لحماية حدودها وستظل في حماية حدودها ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين لا طوعيا ولا قسريا بالمناسبة، وما وأفشلت القاهرة كل هذه الأمور، ولذلك كل هذا العداء بين القاهرة وبين تل أبيب والدخول إلى محور فيلادلفيا، الذي أعتقد أن ضيفك لا يقرأ الصحف الإسرائيلية عندما يتحدثون عن أن هناك جندي من الجنود ضبط في حوزته كميات كبيرة من السلاح. طيب سيد إبراهيم، كان قد هربها من وزارة جيش الدفاع من أسبوع ماضي، وبالتالي كل هذه الأمور نعتقد أنها تسير في منحى واحد هو وجود بنيامين نتنياهو في سدة الحكم. بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى صفقة انتهى أمر بنيامين نتنياهو على إلى الأبد. طيب تفضل بقى مع السيد إبراهيم وأيضا السيد يونس، نعود لمتابعة هذا الحوار، ولكن دعونا أيضا هنا نرصد المواقف ذات الصلة من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على الحدود بين مصر وغزة، والذي وصف بأنه عقدة التفاوض والعائق الرئيس أمام التوصل لوقف لإطلاق النار. إذا ترى إسرائيل في محور فيلادلفيا خط دفاع أساسي لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى قطاع غزة، أما حماس فترى في المحور معبرا حيويا للتزود بالأسلحة والذخائر، وتعتبر محاولات إسرائيل السيطرة على المحور جزءا من الحصار المفروض على قطاع غزة، وتتعامل مصر مع محور فيلادلفيا برفض معارض لأي وجود عسكري دائم لقوات أجنبية على حدودها بما في ذلك القوات الإسرائيلية، أما الأطراف الدولية فتعترف بأهمية محور فيلادلفيا في سياق جهود تحقيق تهدئة في غزة، ولذا تدعو إلى حلول تضمن تدفق المساعدات الإنسانية ومنع تهريب الأسلحة في الوقت ذاته. نعود لاستكمال الحديث، دعني أذهب إليك فقط في نقطة هنا السيد إبراهيم قبل أن نتوجه إلى السيد يوني، هل تعتقد بأنه بقاء الجيش الإسرائيلي والسيطرة على محور فيلادلفيا يمكن أن يسهم بأي شكل من الأشكال في احتمالية التوصل إلى صفقة تهدئة في نهاية المطاف، بمعنى أن هناك رهان إسرائيلي على أن تغير ربما حماس من شروطها ومواقفها كما فعلت من قبل؟
يعني أنا أعتقد أن قيادة حماس الحالية وتحديدا يحيى السنوار أعتقد أنه يسبق بنيامين نتنياهو بخطوة ويسبق الجانب الإسرائيلي بخطوة، وأعتقد أنه أفلح في ذلك. ويحيى السنوار يتفهم ويعلم جيدا ما يريد الجانب الإسرائيلي ولا يعطيه ما يريد. يحيى السنوار النهاردة هو من يجعل بنيامين نتنياهو ينجر خلف ما يريده، وللأسف الشديد بنيامين نتنياهو يسعى لهذا الأمر واحتلاله لمحور فيلادلفيا، يعني لأنه بيقول إن هو من الممكن أن يقضي على السلاح الذي يدخل على إلى قطاع غزة. بنيامين نتنياهو بتواجده في محور فيلادلفيا معناه أن هناك معبر رفح لن يفتح، لن يكون هناك تعامل مع الجانب الإسرائيلي، وسيظل بنيامين نتنياهو يحرس معبر رفح ومحور فيلادلفيا. والولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة هي المسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة بما فيها التفاوض وإطالة أمده، لكن الإدارة الأمريكية للأسف الشديد لا تستطيع الضغط في هذا التوقيت، لأن بايدن الذي بقي له كم يوم ويخرج من سدة الحكم، بنيامين نتنياهو ينتظر ترامب، وبالتالي إذا جاءت هاريس أعتقد أنها هي من الممكن أن تدعم نتنياهو، لكن لن تدعمه بالصورة التي يدعمها بها ترامب. وبالتالي الأمور كلها ننتظر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، والجميع يصر على ذلك تحديدا بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة. للأسف الشديد الشرق الأوسط النهاردة على صفيح ساخن لما يقوم به بنيامين نتنياهو من جر حزب الله إلى حرب، وأيضا جر إيران إلى حرب. وأعتقد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينضر بالجانب الإسرائيلي والأسر الإسرائيلية، وللأسف الشديد الدولة الإسرائيلية بما يقوم به بنيامين نتنياهو لن تكون في مأمن ولن تعيش في سلام، ولن يعيش الإسرائيليون في سلام إلا إذا اتبعوا ما تحدثت به القاهرة يوم 11 أكتوبر، هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67. كل هذه الأمور أعتقد أن المجتمع الدولي راضي بها، إلا أن بنيامين نتنياهو الذي يرفض الجانب الفلسطيني تماما وتواجده سواء بالسلطة الفلسطينية أو غيرها، وتحدث عن حماسستان وفتحستان، يعني وضع حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية في كفة حركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة التي تنادي بإنهاء إسرائيل وخروجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. الجانب السلطة الفلسطينية الذي عقد صفقة وهي أوسلو مع الجانب الإسرائيلي وتحديدا مع رابين، هذا ما حدث بالفعل، أن الدولة الفلسطينية ذات سيادة يوجد أمامها أمن وأمان للجانب الإسرائيلي وللأسر الإسرائيلية، ولن يكون هناك أمن وأمان، والمنطقة ستكون على صفيح ساخن إلا إذا أخذ الفلسطينيين حقوقهم كاملة. طيب سيد إبراهيم، دعنا نبدأ. سيد يوني، وصلت الفكرة. طيب سيد يوني، ما رأيك، يعني هل هذا رهان يمكن تأخذه في الحسبان اليوم، يعني إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا كضغط على حماس ربما للتراجع عن بعض الشروط أيضا في نهاية المطاف كما فعلت من قبل، هل هذا الرهان في محله؟ أول شيء ملاحظة صغيرة، أنا ليس من مؤيدي بنيامين نتنياهو، أنا بنتقده كثيرا، ولكن ضيفك في القاهرة بده يفشي قلبه ويكره نتنياهو وبده يفشي قلبه فيها. أنا لعلمه لهذا الضيف من القاهرة، أنا بعرف التاريخ أحسن منه وبعرف الإعلام الإسرائيلي أحسن منه، وأنا بدي أعلمه التاريخ. اللي دمر اتفاقية أوسلو في 96 هي حركة حماس التي قامت بسلسلة من عمليات التفجيرية داخل إسرائيل من أجل تفجير المفاوضات حول تطبيق اتفاق أوسلو، ولذلك من المرفوض أن يتهم نتنياهو، لأن أنا كنت أتابع الأحداث في هذه الفترة وبعرف تماما ماذا حصل، ولذلك كل كراهيته لنتنياهو هي ليس موضوعية. الموضوع هو كيف نطلع من هذا المأزق، كيف نطلع من هذا المأزق؟ ما يحدث في ما حدث في 7 أكتوبر هو كله نتيجة تهريب السلاح من محور فيلادلفي، وهذا ليس فقط موقف نتنياهو بالنسبة لمحور فيلادلفي، هناك إجماع بإسرائيل، حتى المعارضة الإسرائيلية تقول نعم التهريب الأسلحة هو من مصر إلى قطاع غزة عن طريق محور فيلادلفي.
والجيش الإسرائيلي أمس وموقف القاهرة كان واضح في هذا الإطار سيد يوني. طيب هذا موقف الإسرائيلي، ولكن الآن بدي أخذ بالحسبان أيضا الموقف موقف القاهرة. طيب وكيف موقف ستكون العلاقات بعد ذلك أيضا سيد يوني؟ أنا لخت العلاقات هي ما تقوم بإسرائيل بالطرف الفلسطيني لهذا المحور هو ليس له علاقة بمعاهدة السلام بين إسرائيل وبين مصر، هذا موضوع أمني، وإسرائيل لم تحرك الاتفاقية مع مصر. كل ما تقوم بإجراءات على محور فيلادلفيا في الطرف الفلسطيني لهذا المحور هو من أجل وقف ظاهرة التهريب، وكان واجب مصر أن تمنع هذا التهريب للسلاح القطاع. في البداية عملت مصر وحاولت تمنع هذه التهريب السلاح، هذا في الفترة الأولانية قبل عدة سنوات، ولكن مع مرور الوقت تجددت هذه الظاهرة الخطيرة، وهي التي أدت إلى تسلح حماس بالسلاح والهجوم والمجزرة البشعة على إسرائيل في 7 أكتوبر. شكرا، وصلت الفكرة سيد يوني بن مناحم الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من القدس، والشكر موصول أيضا لضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي. ومواكبة لملف الظهيرة طرحنا السؤال التالي ها على مواقع التواصل الاجتماعي: تصويت الكابينيت على بقاء القوات الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا هل يؤد بفرص التهدئة؟ يؤد بفرص التهدئة. جاءت النتيجة كالتالي: 67% صوتوا بلا و33% صوتوا بنعم.